السلام عليكم. أنا دار أتكلم في الحلقة دي عن ارتفاع أسعار المدارس السودانية في مصر، والموضوع ده عامل مشكلة كبيرة عند أولياء الأمور. قبل ما نتطرق في الموضوع ده، أنا دار أتكلم في النقطة الأولى قبل ما نخش في مشاكل المدارس السودانية في مصر. النقطة الأولى دايرة أتكلم عن تصنيف منهج التعليم السوداني من ناحية الترتيب في العالم. نجي نتكلم في المصدر ده. المصدر ده يا جماعة موثوق. نقول خرج السودان رسميا للمرة الأولى من التصنيف العالمي لجودة التعليم بشكل كامل، والكلام ده مصدره من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سنة 2021. يعني يا جماعة الكلام ده قبل الحرب 2021، يعني منهجنا ده ولا في اللو يعني ولا في الوسط ولا في الأخير، ده خرج رسميا. يعني ما بقى من ضعف المنهج بقى ذاته ما محسوب عالميا. ده ما كلامي، ده مصدر دافوس. The Voice المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم. وطبعا لأسباب كثيرة، يعني حتى ذات هم كاتبين The Voice لأسباب كثيرة. أول حاجة يفتقر لأبسط قواعد الأسس العلمية، دي حاجة. الحاجة الثانية يعني عدد ساعات الدراسة قليلة، يعني زي ما قالت لكم أستاذة سارة الشامي انه الزمن ذاته ضيق. يعني نحن من السنة الدراسية بتاعت السودان عموما، السنة الدراسية بين 3 شهور لأربع شهور، كان بالغت السنة لخمسة شهور. ما في مدرسة بتدرس، يعني لو حسب مشيت في اي دولة الدراسة بتاعت المدرسة بيكون من 7 شهور لثمانية شهور، لكن هنا ده 4 شهور وخمسة شهور. دي واحدة من الاسباب طبعا، ده كلام The Voice. السبب الثاني سبب بتاع الاضطرابات السياسية، الاضطرابات السياسية، المشاكل السياسية، المشاكل في التعليم. طبعا الكلام ده ما قلت لكم قبل الحرب، المشاكل في التعليم، الاضطرابات بتاعت الأساتذة. يا أخي إذا ما يعني إذا كان تعليمنا ما ضعيف، يجي القرائي يجي يعمل لنا ينزلوا في المقرر. عمل ذاته القصة دي عملت ضوجة وما عارف شنو، كلام كتير. دي من ناحية، ده من ناحية العالم. نجي من الناحية بتاعت الدول العربية. أسوأ خمسة دول في المنهج التعليم هم خمسة دول: العراق، سوريا، ليبيا، الصومال، السودان. لو نحن تكلمنا برضو في الوطن العربي، التعليم السوداني أو المنهج التعليم السوداني من أسوأ المناهج. دي من ناحية شنو؟ دي من ناحية، دي النقطة الأولى من ناحية المنهج. عشان بقدر أجيكم في المشاكل اللي بيواجهوها الجاليات السودانية في مصر من ناحية المدارس وارتفاع أسعار المدارس في مصر، المدارس السودانية في مصر. طبعا يا جماعة قبل ما أخش لكم في النقطة الثانية، طبعا إحنا عندنا كسوداني عندنا عادة كده، يعني عادة سيئة، لما نشوف لك زول عامل مشروع نجح يجي ده يقلده، يجي الثاني ذاك يقلده، يقلدوا كلهم. خلاص شافوا انه المدرسة دي بتطلع قروش، خلاص كلهم بس ينو اي زول عنده حبة قريشات يعمل له مدرسة، ما خلاص حاجة بتطلع قروش. دي عادة السودانيين، يعني فهمت، يعني دي حاجة، يعني حسي دي لما هنا ده حسي في اي زول يعمل له مشروع، شاف زميل ولا زول كده مشروع ناجح طوال شنو يقوم يقلد بدون دراسة، بدون يمكن الزول ده نجح، يمكن الزول ده نجح في المشروع لأنه عمل دراسة، لكن لا، نحن لا خلاص ده زول بيطلع الحاجة دي ما بتطلع قروش، خلاص أنا عامل
عشان كده نفس الشيء. شوفوا المدارس دي يعني قبل الحرب كان هنا بس في مصر 3 أو 4 مدارس، حسي بعد الحرب يعني أكثر من 50 مدرسة، ولسه وفروع وما عارف شنو يعني فروع. وبجد يعني بالمختصر أي زول فاتح له مدرسة ما تقول لي فلان وعلان ولا كده، كلها يعني فاتحين المدارس للبزنس في المقام الأول والتعليم في المقام الثاني. ما مهم المنهج يتم كيف والتعليم يتم كيف، المهم في قروش داخلة بعد كده في 60. أنا بقول لهم بكل صراحة يعني التعليم في 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 يعني المدارس هنا، المدارس السودانية في مصر بس هم القروش يا جماعة. أنا بقول لكم هم القروش قبل التعليم. أول حاجة المدارس السودانية في مصر يعني تلقى الطالب المدرسة بالطالب الواحد ب15,000، يعني أسعار كده غريبة ب15. دي أقل مدرسة طبعا، أقل مدرسة بين 13 12 وانت طالع، دي اقل مدرسه. المدارس كلها ب15 وب18 وب20 ولحد 30. ليه؟ ومنهج كله ضعيف، المنهج اصلا ضعيف. يعني انا ليه ادفع لي 15؟ ويا جماعه كده في حاجه يعني الناس كلهم جوا هنا مصر، ده ما حالاتهم ظروفهم صعبه طالعين من حرب، اذا تقوم تعمل لك منهج يعني انت تقوم تفتح لك تعمل مدرسه وتعمل باسعار زي دي ب15 وكده. ولا انا ما بقول اسم مدارس، في مدارس يعني بيقول لك اذا في عندنا شهر معين اذا دفعت كاش بتدفع السعر ب15، لو بالاقساط ب30. ده شنو؟ وعلى فكرة أقساط ما مريحة، أقساط بيقول لك إذا يعني السنة اللي فاتت كانت الأقساط مريحة، حتى الأقساط ما مريحة، بيقوا خاتين قوانين، أمشي أي مدرسة خاتين قوانين، بيقول لك أول شيء أدفع رسوم التسجيل، مثلا إذا كانت المدرسة ب14 بيقول لك أدفع رسوم التسجيل، إذا للطالب رسوم التسجيل 4,000. بيقول لك فيه الكتب والهدوم والملابس والكلام ده. اوكي. بيقول لك ادفع لي اول قسط 60%. استغرب. يعني شو؟ لو في زول شغال في مصر، سوداني شغال في مصر، مرتبه ما بيكون في حدود 5,000 و6,000. ده اذا ما 4,000 و4,000 ونص. لانه 3/4 السودانيين الشغالين في مصر يا عمال، يا موظفين، يا بتاع تسويق، يا كده، ما مرتباته في الحدود دي، الا من رحم ربي. يعني بيكون في سودانيين بيكون عندهم مشاريع صغيره، يعني مثلا المخبز العيش، مثلا المطعم، ما كل المطاعم لكن مطعم بيجيب له مثلا دخل اعلى من كده. لكن شنو يعني هم يعني الناس اللي عند المدارس انتوا عايشين في كوكب ثاني، ما عارف ظروف السودانيين قاعدين هنا يعني ولا شنو؟ يقول لك القصد الاول 60، القصد الثاني 40. يعني تحتار كده يا اخي. انا اقول لكم حاجه، في زول اتكلم معي والله بيستغرب، قال في مدرسه من المدارس ما بذكر الاسماء عشان بعدين ما في زول يقول لي يا اخي انا من اعداء النجاح ولا دار اقطع رزق زول ولا كده، لكن انا بقول لكم الوضع المعاش السوداني القاعد في مصر معاني من سبب المدارس دي. يقول لك يا اخي ادفع قسط، اقصد بيكون المدرسه ب 17، يقول لك يا اخي ادفع رسوم التسجيل ب 4 أو 3، لكن بعد رسوم التسجيل تدفع لي 9,000. 3 و9 بتكون كم؟ 3 و9 دي 12، اوكي يعني باقي 5,000. يعني هو دفع فوق ال 70%. انا ادفع من وين يجيب القروش دي؟ يعني انا ادفع 3,000 وبعد 3,000 9,000،
يقول لك خلاص اذا انت ولا في مدارس يقول لك بس تدفع رسوم التسجيل، لكن اذا ما دفعت القسط الاول يقول لك يا اخي ما حيخش المدرسه الا يدفع القسط الاول. في كده ولا بيخجل ولا انه ما هاميهم يعني، ما بس كده عجبك ما عجبك كمشي طرشك دي بيتعامل مع ولا الامور كده. وللامر بساله قال لي انتوا بقيتوا عاملين بالاسعار دي يعني الاسعار المبالغه دي يعني. ليه ما كان زمان القصد كان مريح، كان كل مره الزول كل شهر يعني كل شهر بيدفع 2000 بيدفع 1500 بيلقى روحه لنهايه السنه بيكون تم قروشه تم قروشه. المهم بتاع المسجل او المدير او المالك بيقول لك والله يا اخي الناس ما بتدفع، الناس ما بتدفع عشان كده احنا خدتنا القوانين دي، الناس ما بتدفع. يعني احنا تعاملنا السنه اللي فاتت نحن كنا عاملين بالقصد المريح، لكن بعدين لما نلقي نهايه السنه ما بيدفعوا. ما هو ما بيدفعوا ليه؟ ما بيدفعوا ليه؟ انت عامل اسعار خرافيه، اسعاركم خرافيه رغم انه منهجكم أسوأ منهج. يعني لو كان منهجكم خلاص سمح يعني ما قلنا في المراكز الاولى في التصنيف العالمي ولا دارين التصنيف العالمي في التصنيف في الوطن العربي. اوكي لو كان تصنيفكم داخل الوسط بس ان شاء الله في الوسط ولا في الاول في الوسط يا اخي في الاخير. اوكي في الاخير كنا معلش ممكن ندفع عليكم، لكن انتم معاشكم اصلا ضعيف. انا ادفع مبلغ زي ده ليه؟ يا اخي بالعكس افترض تدفعوا للناس، ما نحن ندفع عليكم بمنهجكم الضعيف ده، منهجكم ضعيف واسوأ منهج واغلى تعليم. معقوله يعني ده كلام؟ دي من ناحيه. نمشي للناحيه الثانيه. نجي للمدارس المصريه. تخيل يا جماعة المدارس المصرية المنهج المصري أرخص، والمدارس المصرية الخاصة أرخص من المدارس السودانية. يعني ده المنهج المصري في الأوائل، يعني في الترتيب في التصنيف الأوائل في الوطن العربي، أظن في الدرجة الترتيب الرابع أو الترتيب الخامس، الترتيب الرابع أو الترتيب الخامس في تصنيف الوطن العربي. ده صنفونا ذا فويس ارخص منكم. انتوا عارفين يا جماعه الطالب اللي بيلتحق في المدارس السودانيه يعني 15000 جنيه بيدرس طالبين في مدرسه خاصه مصريه؟ هل تصدقوا الكلام ده؟ والله يا جماعة في مدارس والله ولا أقل من المدارس العاملين ب 30 و25 في السنة. والله من ناحية المنهج المصري أنا ما بقول دعاية، أنا ما بعمل لأنه أنا ما بذكر اسم مدرسة عشان ما تقولوا أنا بعمل في إعلان أو بعمل في دعاية، لكن مدارس ب 7000 وب 8000 جنيه. مستوى المدارس اللي فيها يعني من ناحية التعليم، من ناحية المدرسة نفسها، تهيئة المدرسة نفسها، يا أخي أقول لكم حاجة، المعاملة ذاتها مختلفة. يعني بيتعاملوا معك ما زي هنا، تمشي مدرسة سودانية عامل لك كده يا أخي في المعاملة أحسن من المعاملة ذاته لما يستقبلوا ولي أمر مش أنتوا. انا والله بجد مغوص من المدارس السودانيه العامله اسعار الخرافيه دي. نجي للتسجيل نفسه. التسجيل ممكن ولي امر، والله يا جماعه ولي امر يمشي بدون طالب بدون ما يسوق ولده يسجل الولد، ولا تحديد بيكون التحاق جديد، يعني التحاق طالب جديد في المدرسه، يعني لا تحديد مستوى ولا في امتحان ولا اي حاجه، بس عندك قروش كاش، عندك قروش طوالي تسجل. ماني ان ذا باور هنا المدارس ماشيه، بس ماني ان ذا باور. عندك قروش لو دار تدخل ولدك الصف اذا الصف الرابع دار تدخله الصف السادس بتدخله بدون تحديد مستوى. ومدارس مشهوره، مدارس ابو 30، الناس اللي عايشين في مصر عارفين، الناس اللي عايشين في مصر
ابو مدارس القصد ب 30 وتدفع كاش ب 15. نجي للنقطة أنا بسميه نقطة مدارس أولاد إبراهيم، والله دي كمان مدارس يا جماعة. أقول لكم شنو ده؟ لو زول مسطول، لو زول مسطول بسطول، مش زول ملياردير بسطول، ما بيعمل كلام زي ده. أنا بسميه مدارس أولاد إبراهيم. مدارس شنو المدارس دي؟ المدارس اللي بتكون تحت مدرسة مصرية، يعني مدرسة بتكون، شوف دي الناس شنو النظام المفتحين دي، عشان ما يخشوا في قصة ضرائب وأوراق ويعملوا يعني شنو إجراءات قانونية ورخصة تجارية. لا لا لا، يقول لك يا أخي أنا أمشي أتفق مع مدرسة مصرية وبدي المنهج السوداني تحت مدرسة مصرية. المدرسة المصرية ما عندها أوراق. دايما بسميهم مدارس اولاد ابراهيم، يعني معقوله للدرجه دي؟ ده ما احتيال يا جماعه، ده احتيال. والمدارس دي اسعارها رخيصه، بتكون في حدود ال 8000 ال 9000 لحد 7000. دي مدارس بتكون ما عندها لافته، بيكون اللافته من اللافته مصريه، لكن شنو؟ بتدرس منهج مصري وتحت يعني منهج سوداني، قصدي تحت مدرسه مصريه وهي مدرسه سودانيه. انا بس عندي سؤال. اوكي انت عملت كده، الطالب مثلا حس لو دار يطلع من المدرسة السودانية التحت مدرسة مصرية، لو دار يطلع شهادة ماشي مدرسة تانية، هل هيطلع له مدرسة مصرية الشهادة السودانية مصرية ولا شهادة سودانية؟ ده رقم واحد. مثلا الطالب خلاص انتهى يتخرج، انا يا جماعه دارك تجاوب لي على السؤال ده، ده سؤال والله انا داري جواب. هل الطالب ده مثلا لو انتهى مشى 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 السفاره خلاص، داري يوثق شهادات، هل الشهاده المدرسه دي هتطلع شهاده باسم من مسمى المدرسه السودانيه دي ولا بالمدرسه المصريه؟ ما اذا داري يطلع المدرسه السودانيه، ما المدرسه دي ما فيها اوراق، ممكن عادي بعد الطالب اللي يمشي يكون شايل الشهاده او الكرتونه التحت مدرسه مصريه، الزول بيكون طلع له ما في نادر قروش، ما بيفرق معه حاجه الزول، يمشي لمدرسه يمشي يوثق شهادته، ما بيلقى السيستم، ما بيكون موجود اسم المدرسه دي. الطالب حيكون شنو؟ حيقول والله يا اخي دي مدرسه مصريه تحت مسمى مدرسه سودانيه، ما بيعملوا لك. يعني انا دار اعرف، هل أنا دار أعرف هل الـ 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 السفارة بتوثق، هل وزارة التربية والتعليم بتوثق الشهادات المدرسة بتكون تحت مدرسة مصرية، المدرسة السودانية بدي منهج سوداني تحت مدرسة مصرية ولا لا؟ ما يعني دي حاجة غريبة، حاجات ما حصلت في العالم، ما عملوا إلا السودانيين. وأنا والله نصيحتي للأمور يعني ما تدخلوا نفسكم في حتات زي دي، يعني ما بعدين في النهاية أنت المتضرر، الطالب ولدك هو اللي حيكون متضرر. ما خلاص المدرسة دي أخذت قروش، ممكن لو حصل أي حاجة ولا حصلت أي عكة ولا مشكلة ولا كده ولا ده بتفتح، ممكن يشيل قروش ويفرتك، ما بتعرف الظروف. يعني دي واحدة من الحاجات اللي أنا مستغرب حاجات بتحصل في مصر، عشان كده دي واحدة من الأسباب إنه الحكومة اللغاويس اللي قاعد يعملوها المدارس السودانية هنا في مصر، عشان كده لهم حاجة الحكومة المصرية توقفهم، أنا بيعملوا في لغاويس لغاويس. أنا لقيت حل، حل للتعليم، الحل في المدرسة الإلكترونية السودانية الوحيدة المصدقة من وزارة التربية والتعليم. نجي للنقطة الأخيرة، يعني المدرسة الإلكترونية السودانية دي مدرسة تابعة لوزارة، يعني ده حقة الحكومة ذاتها. انتوا ما لاحظتوا حاجة؟ انا ما عارف دي حاجة انا لاحظتها، يعني انا ما عارف، ممكن يكون ملاحظتي فيها غلط. في حاجة غريبة في القصة دي، ما لاحظتوا بعد ما جاء قرار ايقاف كل المدارس السودانية في مصر، طوالي بق المدرسة الالكترونية السودانية ظهرت كده بطريقة مفاجئة. يا اخي انا حاسس اخش الفيس القى في وشي، اخش وين القى في وشي، اعلانات من كل مكان،
من كل الاتجاهات، المدرسه الالكترونيه السودانيه، المدرسه يجي يعني انا بحب شخصيات ربيع طه، يجي ممثل النجمي ربيع طه يجي يعمل اعلان المدرسه الالكترونيه السودانيه، يجي ما عارف النجم ذاك المدرسه في نهايه الممثلين انا عازله، ما عندي ما بتكلم في الممثلين يعني باحترامي لهم، في نهايه هو ده اعلان وبياخذ عليه مقابل وكذا. لكن يا جماعه هذا اقول شنو؟ انا دي الناس المدرسه الالكترونيه السودانيه والله ده مش تماسيح يا اخي، ده التماسيح الفاتو بهناك يا اخي. انت مدرسه يا اخي، انا طبعا يعني لما خشيت الموقع بتاع المدرسه الالكترونيه السودانيه ولاحظوا، انا هسه هوريكم في الفيديو طيب يعني ترويج كده ملغم، اوكي ملغم، يقول لك يا اخي انت المدارس السودانيه في مصر ده ما ضامن كده احتمال ايقاف ورخصه، مر خش المدرسه الالكترونيه السودانيه يعني حتى ده ترويج ملغم، وده كله وانا شايف ما اعرف يعني وجهه نظري، شايف يمكن ايقاف المدارس السودانيه في مصر عشان يحركوا المدرسه الالكترونيه السودانيه ما مشكله، المشكله شنو يا جماعه؟ المدرسه الالكترونيه السودانيه يا اخي انتوا متخلفين ولا شنو يا اخي؟ معقول المدرسه الالكترونيه السودانيه السنة ب 350 دولار وفي سنة وعند الممتحن لما يكون صف سادس بيمتحن ب 450 دولار؟ من وين المواطن السوداني يجيب له قروش زي دي؟ الطالب وبالدولار، بالدولار يعني ما جنيه مصري ولا جنيه سوداني ولا ريال سعودي، بالدولار. من وين يجيب لك الطالب الدولار؟ من وين يجيب لك الولي امر اقصد الدولار؟ 350 دولار اقل سعر، انا بنزل لكم عشان تشوفوا الفيديو ب 350 دولار. يا جماعه ده شنو؟ انتوا بدل المدرسه الالكترونيه السودانيه التابعه لحكومه السودان، تابعه لوزاره التربيه والتعليم، يفترض يكون اسعاركم وهي الكترونيه يعني التعليم عن بعد، ما تعليم جاي، تعليم عن بعد اوكي معروف يعني، يعني انتوا افترض تكون مبالغكم مبالغ رمزي، حاجه رمزيه هاي اكسبوا، هي مبالغ رمزيه، انتوا عاملنا اغلى من يعني انا يعني مو انا حاسس كنت بتكلم عن المدارس المصريه، المدارس السودانيه في مصر ب 30 من 30 الف جنيه و15 و20 ده فاتوا بهناك قلبوا الهوبه دي 350 دولار. ليه مليار وحق يعني؟ ليه انا ادفع مبلغ زي ده؟ يعني فرقك شنو حسب المدارس السودانيه في مصر والمدارس السودانيه في السعوديه وكده؟ ما انت زيهم يعني، وتعليم الكتروني يعني تعليم الكتروني، دراسه عن بعد مهما كان الدراسه عن بعد ما بيكون اقوى من الدراسه يكون قدامك استاذ معلم التعليم مباشره، ما كل المقارنات، وانت حامل زي المدارس ومنهج وده كله في قائمه، انا داخل لكم في مربع قائمه منهجكم ضعيف، منهجكم ضعيف، اسوأ منهج، ما ضعيف ما ضعف، اسوأ منهج، منهجكم برا خارج التصنيف ذا يعني. انتوا نجي نلقاكم انتوا من المدارس الخاصة السودانية ولا نلقاها من الحكومة؟ ده عشان كده السودانيين ما بيمشوا قدام، السودانيين مستعد يعني يستنزف أخوه، ما ده كده نحن ده السودانيين عملنا دمرنا بلدنا بسبب القصة دي، وحس بقينا برا بندمر في بعضنا، كل واحد مستعد ياكل الثاني. ده أقول في ملخص كلامي زي ما قالت الأستاذة سارة الشامي، إنه التعليم زمانك أيام الستينات والسبعينات كان التعليم السوداني منارة التعليم في الوطن العربي كافة، الناس كانوا كلهم بيجوا بيتعلموا هنا في السودان من والدكاترة ذاته والأساتذة والمفكرين كلهم طلعوا من السودان، مشوا الدول المجاورة وطوروا الدول المجاورة بسبب المنهج التعليمي السوداني.
وإن شاء الله نرجع لعهدنا السابق، يكون المنهج التعليم السوداني يكون المنهج من أوائل في التصنيف والترتيب في العالم، وبرضو المنهج التعليم السوداني يكون من أوائل الترتيب والتصنيف في الوطن العربي. سلام.